إذا مشيت الأمور مثل ما بدنا بلكي نتجوز آخر الصيف، إيه؟ آخر الصيف؟ بالخريف يعني مو؟ خريف؟ مو تاع الخريف، يا الله يا الله شو حب الخريف عندنا طلال، مو تاع الخريف. أنت صحيح أنا أنا ما سألتك ولا مرة أنت شو ال شو ال شو؟ شو؟ شو الفصل اللي انت بتحبه؟ نينا خلص وقفي تشرب اليوم اوكي؟ ليه؟ خلاص احسن اوكي بكفي للكيس؟ ليه؟ مبسوطة كثير انا شوي 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 اوكي لا لا طيب ما تعمل هيك احذرش ليش؟ انا حقول لك ليش؟ اخر كيس اخر كاس اوكي اعطيني الأمينة انا حقول لك ليش خليها جنبي لأنه أنا كتير مبسوطة كتير مبسوطة يعني مثلاً حابة إني أنا أخبص يعني حابة إنه فهمت أنت علي إنه حابة أخبصها يعني تشيرز اوكي هاي تخيلت شو تخيلتي؟ طيب احكي شو تخيلتي؟ تخيلت انه مثلا انا وياك قاعدين اجت فراح فاتت فجاه شافت ما لينا كواي بليز بلا هالسيره ما زين طلال والله ليك احسن شو ما حلو انك طول الوقت تضل هيك لفكه مو حلو انك تضل هيك وازن لا لا بس هالسيره ما بحبها معلش خلص خلص نحكي بخير شيء اوكي انت بتعرف شو كانت تدمرت بتموت عليك بتموت عليك ما حبيت حدا بالعالم قدك ابدا ابدا خلص 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 اوكي اوكي اعطيني الكيس خلص حتى بس اقول لك هي معلومه انه انت ما بتعرفها في كثير شغلات لسه ما حكينا فيها شو 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 عامر عامر الحبيب كان مفكر انه يبتعبه وبتموت عليك اوكي لينا خلص فينا نحكي بغير شيء لا لانه كثير بيسلي انت اللي ما عرفته لينا خلص ما عرفته خلص خلص اوكي خلص اوكي خلص نسكر على الموضوع ايه شو حلوين عيونك ولو بجنن عيونك انت معصي سكرتني بأبي وقت كان يعصب علي سكراني خلص 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 سكراني مو؟ اوكي خلص بعرف انه سكراني شو يعني هلا عم تقلي بعرف اني سكراني اوكي بتعرف بس انا مشان انت ما يعني مشان انت ما تفهمني غلط حقول لك انا شو فرح مثلا خلص اوكي خلص اتركني احكي لا ما خلصت ما خلصت ابدا على فكره شو بدك تقول فرح ايه شو
لا يعني لا هيك تسكتني وانا لسه ما خلصت. طيب شو بدك تقول؟ اي فرح، شو بها فرح؟ بسأل عليها من قلبي. اوكي. بسأل عليها من قلبي. اوكي اوكي. الو؟ ايه مزبوط. ايه هي الشقة 150 متر تقريبا، فيها صالون وسفرة وفيها فيها حمامين وأوضتين نوم. لا الشغل كتير منيح، نظيفة الشقة بشكل عام. هلا انت تعا انت والمدام اللي عندي وشوفوها، اذا عجبتكم خدوها وانا بزبط الوقت، بزبط السعر ماشي الحال. ليك انا مضطر اني اسكر، برجع بحكيك. لا الله معك، مع السلامة. حضرتك سامي ابيض؟ ايه نعم. تفضل معنا. ما تعطي الهم سامي، ما راح اتركك، راح وكل لك اهم محامي بالبلد. اهلا وسهلا سيد سامي، اهلا وسهلا. الحقيقه تعذبنا كثير توصلنا لك. انا ما لي علاقه، ما بعرف ليش انا هون، ليش ايدي مربطين مثل المجرمين. امبارح لقينا الشهده على حجه غيابك مقتوله. ندى؟ انا شو الي علاقه؟ جيبوا لنا البنت. تفضلي تفضلي. مرحبا. بتعرفي شيء للاستاذ؟ ايه بعرفه. من وين بتعرفي؟ كان زبون عند المرحومه. شو بتعرفي عنه كمان؟ بعرف انه دفع لها مصاري لندى كرمال تشهد معه انه كانوا سوا بوقت الحادثه. ليه عم بتقولي هيك انت؟ مين قال لك هذا الحكي؟ هي قالت لي. تفضلي فيكي تروحي. بالاذن. اقعد سيد سامي. عمر سيد العيد، الموضوع مش هيك، الموضوع شو الموضوع؟ هات نشوف. قلنا شو الموضوع؟ انا انجبرت، ما كان عندي حجة غياب، وكنت عارف انكم رح تشكوا فيي، خاصة انه الرادار صور سيارتي. يا خي عال عال، خبرنا انت وين كنت لحظة الجريمة. كنت لحالي بالبيت زهقان، نفسيتي تعبانة، حطيت حالي بالسيارة وقلت بعمل برمي مثل ما بصير مع اي بني ادم بهالدنيا. ايه ملقطك الرادار بهالبساطة، وبهالبساطة صارت كل هالصدف وبنفس الوقت. هيدا هو اللي صار، صدقني هيدا هو اللي صار. أنا ما كنت بعرف شيء عن عماد مختار، ولا حتى سامع باسمه. أنا بس سمعت منكم عنه، ما بعرف شيء عنه. لو شو عم تستلمنا سامي؟ مثل ما أنت ما دفعت لهيدي الشهادة تشهد لصالحك، مثل ما أنت ما دفعت له كرمال يقتلك مرتك، ما هيك؟ مش صحيح. اللي عم بتقولوه جنون. أنا مستحيل أقتلها، مستحيل أقتلها! شو خبرينا؟ كيفك؟ كيف كل شيء؟ كيف سامي؟ بدك سكر؟ أنا وسامي منيح. عادي. منيح أو عادي؟ إنه ما رجعنا تخانقنا. أوقات بننسى حالنا ونتسلى مع بعض. مثل الأول. بس في شيء ما عم ينقال. بيناتنا بنعرفه مش عم ينقال. شيء مثل شو؟ إنه علاقتنا ما رح ترجع مثل قبل. كل وقت بتلاقينا ساكتين. بس نطلع ببعض ونبتسم هيك كأنه شي جيران شافوا بعض على البلكون. ومنحكي عن حالنا شيء مهم ما يكون له عليها فينا. بس سامي بعده بحبك كثير، بتعرفي هالشيء ما هيك؟ ايه بعرف، وبقول لي اياها. بس بقول لي اياها هيك،
ما ادري كيف. اللي صار بيناتكم منه قليل ابدا. انا طالعه الضيعة بعد يومين، بدي ارتاح شوي. تطلعي معي؟ لا لا لا، شريعة الضيعة وفؤاد خلص نسيني، طلعيني منهم بقى. كم مرة بدي اقول لك؟ طلعت مرة سيارتي كندمت. ليه هالقد حساسة؟ ما بتعرفي لفؤاد وقتها يشرب؟ ما لأنه بعرفه وقتها يشرب، ما بدي اطلع. خلص اختي نسيني، انت بتفهمي عليه، بتعرفوا تتعاطوا مع بعض، راسي بيركب على راسه، انا شو بدك فيي؟ كم مرة بدي اقول لك؟ بليز خلي هدول الفواتير واعطيهم للاستاذ جميل بس يجي. اوكي. واعملي منهم نسخة ثانية واعطيهم لعابر، ماشي؟ ماشي. سلام. كيفك سامي؟ ماشي. بعتذر منك ما عرفت شوفك هلا، خلصت اجتماع. ولا يهمك. طمني كيف الامور مع كريم؟ كثير منيح، شايف المخططات واتفقنا نعمل قعدة ثانية بوجودك. بس بيبقى عندنا مشكلة صغيرة، مشكلة أرض نجيب النعماني، لازم تشتروها لحتى نوسع ملعب الجولف. ما في مشكلة، هي أنا بحلها مع نجيب. ما تاكل هم. شو عاملين اليوم المساء؟ ولا شيء. جاهز نلعب لنا شي لعبة؟ في حدا بيغلبك؟ وهي 500. شو فول؟ 1 2 3 4 5، ما بعرف. فوت إذا بدك تعرف. شو معه؟ فوتي، فاي. لا أنا برا. جباني، شو؟ شو؟ دخلني. بصير في نفس الشيء مثل كل مرة. فوت؟ برا. برا. جبنة. فول. يا. لا. يعني من اول ما تعلمت ما ربحت ولا مره، كل مره انت اللي بتربح. بلا شو فرقه معك، من العب للجيبه. مثل ما قال لك بالاخير انت حتصرفيهم يعني حق شنتاي. عم فكر اعمل فلور. ألو؟ إيه كريم؟ شو؟ مستحيل سامي يكون القاتل. شو في؟ شو بك؟ الشرطة مسكت سامي امبارح بالليل وعم بيقولوا انه هو القاتل. طب متأكدوا يعني؟ ما بعرف، عم بيحققوا معه بس انا متأكدة انه هو بريء. طب خلص خلص روحي، اوكي؟ روحي. سامي اعترف، احسن لك. بشو بدي اعترف؟ انا بشو بدي اعترف؟ بشيء انا ما عملته؟ ولكل الادله ضدك! شو عم تعمل؟ هيدا الطريق اللي ماشي عليه باخره في حياه، حياه قد راسك. الكذب ما راح ينفعك، يمكن نفعك اول شيء هلا ما راح ينفعك. قلت لك انا كذبت لاني خايف تشكوا فيي. انا اكثر واحد عنده دوافع، واول واحد راح تشتبهوا فيه. صدقني انا ما قتلت، انا ما قتلت، ما قتلت. شو احكي لنا الاول تفاصيل يوم الحادثه، تفاصيل علاقتك بندى. سامي انت عم تكذب،
انت عارف من زمان بعلاقه مرتك بعامر الباشا. قررت تقتلها. خططت لجريمتك واستاجرت عماد مختار حتى يساعدك. قتلتوها ودفنتوها بعيد حتى تضيعونا. ولما ندى بلشت تهددك وتبتزك وتاخذ منك مبالغ كبيره حتى ما تفضحك قتلتها. هيدي اذا ما كان لك ايد باختفاء طليقه. انتوا اللي عم تحكوا مش صحيح. طلعوا فيي، طلعوا فيي منيح. انا برايكم ممكن اعمل كل هذا الشيء؟ يلي خطف ولد زور باسبورات بده يسافر ويهرب بيعملها. بيعملها وبيعمل اكثر منها كمان. سيد سامي بكل بساطه انت زوج مخدوع. قتلت مرتك لانها خانتك. وعشية خلص بالصدفه لانه افتكرته ميت. بس لما عرفت انه بلش يوعى من الكوما قررت تقتله واستعنت بعماد مختار او حدا من زهرانك. ما عم بفهم ليه ما بتعترف؟ اعترف. صارت لعبتك مفضوحه، اعترف. ما تعملوني كبش محرقه لانكم مش قادرين توصلوا للقتل الحقيقي. انتوا اسهل شيء عليكم انكم تتهموني لانكم تعبتوا وبدكم تخلصوا. بس انا ما رح اتعب، انا ما رح اتعب. انا متاكده انك بريء وما دخلت بشي. من بكره المحامي رح يبلش يحضر معك التحقيق واكيد رح تطلع منه، ما تخاف. أنا عن جد بعتذر. بعتذر لأنه ما بعرف شو بدي أقول. كريم، أنت ما دخلك بابن خالتك. وإذا هو طلع القاتل، الله لا يسامحه. وإن شاء الله بيطخ بالحبس لآخر عمره، ليبرد قلبي. سيد سامي، بدي اطلب منك ترجع تحكي كل تفاصيل الحادثه قدام الماتر وعلاقتك بالمغدوره تخبره عنها. كل الادله بتدل انه هو. اذا عن جد هو بيكون واحد اخو اخته، مش مارق على راسنا مثله. يعني شوف الطريقة اللي خلينا نلاقي فيها ندى وتشهد انه كان معها. بكل عقل بارد. ما نحن بكل بساطة كان فينا ما نلاقيها، كان راح فيها. راهن بمطرح خطر كتير بلا ما يفوت اعصابه وكسب الرهان. يمكن هلا عم بيعمل نفس الشيء، عم بيراهن على شكنا. ما بعرف. بشو عم تفكر؟ شو صار؟ اعترف؟ لا ما اعترف، بس وقفتوا عزمة التحقيق. شو اللي عملها سامي؟ مستحيل يقتل، مستحيل. أنا بعرفه، مستحيل سامي يقتل. اسمعيني نور، عندي سؤال كتير مهم لك، بيساعدني كتير بالتحقيق. بساوي لك شي تشربه؟
لك حساب البنك بخمسة مليون دولار باسمك. خلي هذا معي كمان مشان شو؟ يعني إذا صار لي شيء ما بدي أنت وكينان تحتاجوا حدا بهالدنيا. ليش هيك عم تحكي؟ ما مشان شيء. بس يعني ما بتعرفي شو بيصير. بداية تخافي. نوع من الأمان يعني. عيد الشر. ممكن يصير معي حادث موت فجأة. هذا بيعرف. عمر لا تحكي هيك. بعدين ما بدك انت وكينان مصروف لبين ما يطلع صار الارث. لا تحكي بهالسيرة. لسه بتخافي علي؟ ايه بخاف عليك كثير. لازم ارجع على الرقص كأني أول مرة برقص يعني سنين. بتعرف شيء؟ نحن كثير مقصرين بحق حقنا. شو فيها هالدنيا؟ واحد لازم يلحق ينبسط ويعيش قبل ما يموت. معك حق. شو فيها هالدنيا؟ مرحبا سيد عامر، كيفك؟ شكلك نسيت موعدنا. اي موعد؟ معك حق، شغل وسفر ومشاريع. يلا منا مشكلة، تعرفنا على العائلة. ابنك كينان لذيذ كثير على فكرة. الله يخلي لك اياه. انت وين؟ وابني شو عم يعمل معك؟ عندك بالبيت. حصل خير. لا انا فرصة تعرفنا على المدام وعلى الشاب المهضوم. بنظبطها غير مرة. رح مرق لك اياها هالمرة يا سيد عامر. بس هالمرة ما في غيرها. شكرا على القهوة مدام. أنا مستأذن. ما حبيت. أنت عمري كبيرة. أنا بصرعوني. أنت عمري كبيرة أنا بصرعوني. يا عامر. ما بعرف هو تحشفات. شو بيعرفني قال لي إنه عنده موعد معك وكان معه مرافقة. ايه عرفتهم. كان عندي معهم موعد ونسيت. هذا واحد مهم معارف يعني من معارفي.
خلاص هلا بدق له وبعتذر منه. ماشي حبيبتي، مع السلامة. مع السلامة. رد يا كلب، رد يا كلب. الو، شو في اوامر ثانيه ان كل ما تردوا علي؟ في اوامر ان كل ما تردوا علي؟ انا عامر الباشا، انا عامر الباشا، بترد علي ولك؟ بترد علي؟ بدي احكي مع المعلم، بدي اشوف المعلم. جد صرت سألني هالسؤال كذا مره، لو عندي شيء اقوله كنت قلت لك اياه. نور، أنا فتحت هيدي الشنطة اللي جابك يا كريم، هيدي الشنطة المليانة رزم مصاري، عرفتيها ما هيك؟ أنت يمكن بلشت تتجاوز حدودك معي. أنا فوتك على البيت كرفيق مش كمحقق. مظبوط، أنا بعتذر أني فتحت الشنطة، بس فتحتها بحكم رفقتي لإلك، لأني خايف عليكي. ورطة بشي انت؟ حدا عم بيهددك؟ قليلي بشو بدي يكون مورطة؟ مين هيدا اللي بده يهددني؟ ما عم بفهم عليك. شايفي هول المصاري اللي كانوا بالشنطة؟ انا هول المصاري بعرفهم كتير منيح. هول المصاري مش عادية، بعرفهم من طريقة لفهم. هيدول بيورطوكي بقصة كتير كبيرة، اكبر منك بكتير. جد أنا ما في أعطيك تفاصيل عن علاقتي مع كريم لأنه هذا شيء خاص، بس كل اللي فيه أقول لك إياه إنه أنا ما عندي شيء بيفيدك. بس اعملي اللي بيريحك، بس أنا بدي أقول لك شغلة واحدة بس. هلا أنا قادر ساعدك، فينا نعتبرك مورطة بشغلة منك شريكة فيها، بعد شوي بيعتبروك شريكة فيها، ما بيعود فيي ساعدك. يمكن صار وقت انك تمشي. تصبح على خير. بدك تضلي ساكتي؟ من وقت ما فت لهون انجي احكينا مع بعض ثلاث كلمات. لسه عندي امل يطلع مو هو القاتل. ما بعرف اذا كان هذا الامل منيح ولا لا. انا شو بالنسبه لك لينا؟ انت عن جد عم تحكي؟ طلال مو وقته هيك سؤال. هيدا أحسن وقت لهيك سؤال. أنت مش منتبه على حالك. مو منتبه على شو؟ صار لك كذا يوم فارتة كرماله، منتهية على الآخر. وهيدا عم بيخليني أفكر بكتير أشياء. أنا حكيت لك على الظرف اللي مرقنا فيه أنا وسامي مو؟ قلت لك على الفترة اللي عشناها سوا، الفترة الصعبة اللي قطعت. نحنا انتو شو لينا؟ شو؟ مو معقول تكون غيران من واحد فات على السجن بتهمة جريمة قتل ممكن بحياته ما يطلع منه. أنا مش غيران، هيدي مش غيري لينا، أنا بس عم جرب أفهم. وانت كمان لازم تفكري لينا، يمكن اللي صار حرك جواتك أشياء انت عم تهربي منها، عم تنكريها. انكر شو؟ اهرب من شو؟ انا ما عم بفهم عليك على فكره ابدا. لينا انت ما شفتي حالك كيف ركضت عليه وقت شفتي؟ ما شفتي الخوف بعيونك؟ ما بيشبه خوف الرفعه بعض.
هاي نور. أهلا. كيفك؟ منيحة. في يفوت؟ شوفي، في اني متخيلة انا ومرتي ومقبرين بعضنا، وصار لي ساعة بلف بدور بالسيارة وفجأة لقيت حالي واقف هون. ما تسأليني، ما في جواب. واللي بعرفه انه انت اخر شخص لازم اشوفه بهاللحظة ويشوفني. بتشربيني شاي ولا فل؟ انا في جواتي طير حر. لما اتجوز بحس حالي اني مبسوط. بخيف. ايه عن جد بخيف، لاني بفكر انه ما راح فيي طلق بسهوله. كرمال هيك بصير لبط حتى خربت القصه كلها سوا. بعدين بقعد بيني وبين حالي وبصير بنعي وببكي وبقول انه مرتي تخلت عني وتركتني. طيب اذا عارف حالك هيك لشو تجوزت؟ هل اهم شيء عندي بالقصه كلها انه انت تعرفي نعمه الله عليك، تعرفي انه ربنا بيحبك. يعني تصوري لو انا وياكي متجوزين هلا، كنت هربين رايح لعند مره تانية وعم بخسم عليك. هيك بتضلي زعلانه مني؟ كريم انت شو بدك مني؟ ليه عم بتبعدي عني؟ ليه؟ رح اقول لك ليه. لانه لما حبيتك ما كنت مجوز. واذا انت فهمني غلط فهم مشكلتك. بشرفك نور، بشرفك شيليني من قصه الزواج هلا. في شيء بيناتنا انا وياكي ما رح نلاقيه ابدا بحدا تاني. بكره لما نطلق رح نندم، لانه كان فينا نعيش وقت كثير حلو وضيعني باشياء بلا طعمه. انت ليه مفكرني رخيصه؟ انا مفكرك رخيصه؟ كريم انت ما اشتريت مصرياتك، واذا بدك شيء مقابلهم فانا ما بدي اياهم. بشرفك هلا نور، ما تقلبيها دراما وتعملي لي فيلم هندي فيها الخبريه كلها سوا. انا قلبي من الحامض لاوي. كل القصة اني مشتاق لك وجيت لعندك كرمال، وبعرف انه هذا الشيء ما بيصير بالقوة. بعرف. تصبحي على خير. أنا طلبت شوف لمعلم. ما قبل إجي. معناتها صار لازم أذكركم إني أنا مالي شغيل عندكم. ما بتعطوني معاش آخر كل شهر. أنا شريك وبكل شيء. بكل شيء. اللي تاريخ طويل كتير معكم. كتير طويل. بظن انه بيشرف. ما حدا قال غيرك. لكن شو هالحركات المسخرة والتهديد اللي عم تعملوها معي؟ هدول انا اللي بعملهم. أنا أنو عم تعملوهن معي يعني مشان خاف؟ يعني
منا خايف؟ لا طبعا مالي خايف. انا بظن صار لازم تخاف. المعنى انا جاي اوصل لك كلمتين وامشي. سيد عامر، انا ما بعرفك الا بالاسم والشكل، ما علي غير وصل لك وانقل عنك. فرح حبيب لازم تموت. فرح حبيب بتكون ام ابني. ام ابني ما بعرف قديش رح يستنوا عليك. من عندهم اعتبروها ميتة. يلي رح قلك ايه هلا من عندي، ما حدا له علاقة فيه ابدا. انا بعرف ان المعلم بحبك كتير ومتمسك فيك، وفرح حبيب ما بتكلفه الا رصاصة واحدة بايد اصغر واحد من شاغلته، بس بده يرجع يوثق فيك الك. سيد عامر، هالمرة اذا ما ماتت على ايدك بعتقد رح تخسر كل شيء. هي أول مرة بتوصل بيناتنا لهون. أول مرة. أنتوا قربتوا على عيلتي، على بيتي، على ابني وعلى مرتي وعلى فرح أم ابني. بتروح بتقول لمعلمك إذا هذا الشيء بيتكرر رح هد الدنيا فوق روسنا كلنا، فوق روسنا كلنا، ساعتها علي وعلى عدائي.